اسمي زكي شريف، عمري 22 سنة، جاي من لبنان. شاركت قبل ببرنامج للهواة وللأسف ما حلفني الحظ، كرمال هيك أنا اليوم بستار أكاديمي ورح أكتب له فرصتي الأخيرة وإن شاء الله بقدر أحقق شيء مدحني. صفحة وطو لا 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 طبعاً مش مضبوط. موضوع الطائفية موضوع كتير بيزعجني. ما بحب حدا يسألني لا شو دينك ولا شو ضيفتك. أنا ما بميز حدا، ما بحب حدا يميزني. صفحة وطويت من عمري ورميتها. أنا شخص كتير هادي ومزوح، بفكر مرتين قبل ما أسوي مشكل. إذا كان لابد للمشكل فليكن.